السلام عليكم اخوان ورحمة الله وبركاته. طبعا للي قاله والحملة كذب وماكو ازالة التجاوزات وهذا كلامكم تسقيط للشيخ اسعد العيداني حفظ الله ورعاه. هاي بيوت التجاوزات حاليا يم بيوت التجاوزات. زين يعني انتم يا ترى اللي قايمين على هاي الحملة يصير صحح الخطأ بالخطأ. زين هاي عالم فقرة، عالم فقراء وما عندهم لا مأوى ولا راتب شهري وما عندهم لا معين ولا عندهم كل شيء ولا عندهم سكن. زين بشرفك انت من نزيل هاي التجاوزات شايف كلها بيوت فقراء، من نزيل التجاوزات والشتاء قادم يعني هاي العالم وين تروح؟ يلا اريد واحد من عندكم عنده ضمير يقول لي. وبالنسبه للي خابصين نفسهم محافظات وما اعرف شنو، زين هاي العالم الفقراء ما فكرتوا بيها وين تروح؟ حسبتها من الشيل من الشيله هسه وين يروح؟ يعني بس اريد اعرف وين يتوجه؟ يروح يفلش، يروح يبوك، يروح ينهب. طبعا مع الاسف عليكم والله العظيم الغايه من الحمله فقط حمله انتخابيه قام بها اسعد العيداني وربعها. تشوف هاي بيوت التجاوز، زين؟ ازاله خلال 24 ساعه ويصرح قدام الاعلام 24 ساعه ويقول الحمله ما تشمل الفقير وبيوت الفقراء ما حد يفلشهم. هذول مو بيوت فقراء، هذول برلمانيين مثلا، هذول احزاب متنفذين، هذول عندهم قوت، عندهم معيشه، عندهم راتب، عندهم سكن. انت احنا وياك والله العظيم وياك ومع ازاله التجاوزات ومع بصره اجمل، بس هل يا ترى صحح الخطا بالخطا؟ زين انت هذا الفقير من الشيله وين راح يروح؟ يصير يعني يصير يا اسعد العيداني يا سياده الشيخ النائب المهندس المحافظ يصير هيك شيء للفقير؟ يعني وين يروح بس اريد اعرف؟ زين هاي تقريبا 30 بيت هنا راح يشيلونهم ازاله خلال 24 ساعه، والمطبلين ظلوا صفقوا، ظلوا قولوا هذا لفو، وظلوا قولوا هذا معيدي، وظلوا قولوا هذا عماره وناصريه، وسويتوا لنا تفرقه بين المحافظات. مع الاسف والله العظيم طبعا اللي يشوف الحق ويسكت بعينه لا خير البيت. البسطيات شيلتوهم وناس فقراء والشباب ظلت ساكنه الشوارع. والبيوت هسه قدرتوا عليهم وهسه هم الناس الفقراء راح تكفي الشارع. بس مع الاسف والله العظيم كل اللي جاي يصير حيل بينا، لان احنا ياهل كان نصفق له ونطبل له. والله عافيه اسعد العيداني، دعايه انتخابيه يا عمي، دعايه انتخابيه. الله وكيلكم، ولا خير البيل يشوف الحق بعينه ويسكت. اليوم ما غيرك باكر وياك، والسلام عليكم.